امرأة ربت صبيا وكانت له مثل أمه، غير أنها لم ترضعه لأنها لا تتحجب، ولم يرضعه أحد من أقاربها، وهو كالابن لها، وتزوج وأصبح لها مثل الابن لأمه، وهي الآن كبيرة وعاجزة وليس لها أحد غيره وغير زوجها. سؤالي: ما حكم ما مضى وماذا تفعل فيما سيأتي؟ أما تربيتها له والإحسان إليه هذا شيء طيب وفيه أجر، وأما الاحتجاب يجب عليها الاحتجاب عنه، وهو أجنبي، هو أجنبي منها تحتجب منه، وكونه يحسن إليها ويكافيها هذا شيء طيب منه، لكن هو غير محرم لها، هو غير محرم لها، يجب عليها الاحتجاب منه، ولا تسافر معه، ولا يخلو معها في مكان ليس فيه أحد غيرهما، لأنه أجنبي، تعامله معاملة الأجنبي. نعم.